أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. استمرار لمسلسل المعاناة المتواصلة للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف. يتحدث شاب صحراوي آخر في فيديو جديد من قلب المخيمات عن الأوضاع المزرية هناك، محملا كامل المسؤولية لقيادة جبهة البوليساريو التي وصفها بالهرمة عن معاناة الصحراويين، لا سيما أن القيادة تعتبر أقدم قيادة تمسك بمقاليد السلطة في العالم أجمع. لنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حريقة من أجل الحريقة. أنا شاب صحراوي من شباب التغيير من مخيمات تندوف جنوب الجزائر، مطالب برحيل هذه القيادة الفاسدة من جبهة البوليساريو التي تعتصم بالنساء وتجند الأطفال التي ابتلت وطنها بسرقة مال الشعب والمنازل الفخمة على حساب الشعب. ونحن الصحراويين خصوصا محمد أمين بوهاري اغتصب النساء والرجال والذي يدخل سجن سلم عن طرف حقه. واليوم نقول للأمين العام محمد عبد العزيز واليوم نقول للأمين العام جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز ارحل ارحل إلى الأبد. وإننا ندعو الشباب للانتفاضة ضد القيادة الهرمة. السلام. إذن صوت جديد من مخيمات تندوف في دقيقة الحقيقة. شاب من شباب التغيير يتقدم بدوره ليعبر عن مطالب التغيير وعن وضعية المعاناة التي لم يعد الشباب مستعدا لتحملها. تسريب جديد نتعرف على تفاصيله في التقرير التالي للغالي الكوارة. طالب برحيل هذه القيادة الفاسدة من جبهة البوليساريو التي تعتصم بالنساء وتجند الأطفال التي ابتلت. لا مناص من التجديد وانتزاع الحقوق المغصوبة، ولا مناص من الثورة ولو على مهل. هذا ما تقوله تسريبات الحقيقة المتناوبة والتي يتقدمها الشباب الصحراوي، شباب التغيير كما يلقب نفسه، في دائرة اتهامات تتسع مرة تلو الأخرى. يعبر فيها هؤلاء عن تذمرهم ونفاد صبرهم أمام ما يعانونه من أصناف الهضم الحقوقي. يتحدث هذا الشاب اليوم في تسريب جديد وهو يصور في دقيقة للحقيقة، في لمحة تبعات عقود اللجوء القاسية التي يختزلها بين هتك الأراضي النساء وتجنيد الأطفال واستغلال المساعدات وهضم الحقوق بأصنافها. هذا الشاب الذي يتحدث اليوم بالنيابة عن آخرين يرفع رسالته الإنسانية إلى الرأي العام وإلى رأس القيادة بمخيمات تندوف مطالبا إياه بالرحيل. هو تسريب جديد وليست فحواه سوى ذاك المسلسل الطويل من المطالب القديمة التي ضاق الصحراويون بغيابها في ظل شتات جد طويل ولجوء مرير وظروف طبيعية وإنسانية لا تحتمل وعزلة اجتماعية تحرم أجيال الصحراء المتتابعة من الاستمتاع بحقوق الإنسان التي تكفلها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أو على الأقل تلك التي تكفلها لهم صفة اللاجئ. من باب الإعلام وإلى كل صوت يمثل الرأي العام والمراقبين والمسؤولين على جل المستويات، يتحدث شباب التغيير من مخيمات تندوف ويطالب بالتجديد. هذا الشاب الذي يتوق إلى التحرير والخروج من قوقعة الصوت الواحد والوحيد بمخيمات تندوف. وغير بعيد عن تندوف، أعلن شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس أن مئات الأشخاص تجمعوا أمام دار الثقافة ببجاية رافعين شعارات ضد ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة، وقد تدخلت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع نتج عنه حروق سيارتين على الأقل ووقوع 4 جرحى منهم 3 في صفوف الشرطة. وقد نشرت بعض الصحف الجزائرية صور لشباب يرفعون شعارات بوتفليقة ارحل باللغة الفرنسية، وآخرون يحرقون صور لبوتفليقة. في الموضوع الجزائري أيضا، ما زالت البرقية الصادرة عن وكالة الأنباء الجزائرية بخصوص تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تثير الكثير من الجدل. فالسفارة الأمريكية بالجزائر سارعت لتكذيب البرقية الصادرة عن وكالة الأنباء الجزائرية والتي جاء فيها أن كيري مرتاح للإجراءات الانتخابات الرئاسية في ظروف شفافة
في حين أن التصريحات الحقيقية هي أن كيري تمنى أن تجري الانتخابات في ظروف شفافة. الحادث أثار جدلا غير مسبوق، لأن الأمر يتعلق بوكالة الأنباء الرسمية، والمعروف عالميا أن الوكالات الرسمية للدول تتميز بالدقة في نقل تصريحات المسؤولين الدوليين وعدم الخروج عن النص مهما حدث. كما أن الأمر يتعلق بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرت سفارتها إلى أن تمارس حقها في التصحيح. ويضاف إلى أن هذا الخطأ ظهر أنه محاولة مقصودة ومفضوحة لتحريف كلام وزير خارجية قوى دولية في العالم، حتى يبدو بأنه يبارك الظروف التي يتم فيها التحضير للانتخابات، أي بمعنى آخر أنه يدعم السلطة القائمة وبطريقة غير شرعية. مباشرة قد يفهم من هذا الكلام أن هناك دعما أمريكيا للولاية الرابعة لبوتفليقة. من جهة أخرى، رفضت المفوضية الأوروبية الحضور لمراقبة رئاسيات الجزائر، مبررة الأمر بتأخر وصول دعوة الإشراف، أمر استنكرته الجزائر على لسان وزير خارجيتها. تقرير فتح لمي. حجة لعدم إيفاد مراقبها تأخر تاريخ وصول دعوة الحكومة الجزائرية للمفوضية الأوروبية لمراقبة رئاسيتها، حجة لأوروبيين استشعروا سلفاً أن إشرافهم على انتخابات لا تتضمن أدنى قدر من الشفافية سيورطهم في مباركة نظام زاهد في الحكم. رفضت المفوضية أن تكون شاهد زور على انتخابات شكلية تم ترتيب نتائجها مسبقاً، لتصب في تأبيد بقاء المرادية الحاكمة بكل أجنحتها السياسية والعسكرية، رغم أن الجزائر وعلى لسان وزير خارجيتها رمطان العمامرة فندت أن تكون وجهت الدعوات متأخرة. ما زاد من تأكيد رفض المراقبين الدوليين أن يكونوا أداة جادة لإعطاء الشرعية لمهزلة انتخابية، إذ مفهوم الديمقراطية بالجزائر يتنافى وديمقراطية أوروبا. أوروبيون رفضوا الشهادة زوراً، فصلاة الكنيسة لا تختلف وخمس صلوات في نهيها عن الفحشاء والمنكر وقول الزور، رغم أن الحاكم زاهد والاستعداد على قدم وساق للصلاة في محراب العهدة الرابعة. بركات أسمعت ضجيجها ولم يتجاوز حدود المسموح، وليس متأخرا أن يفهم الغرب والشرق أن التدبير بيد آخرين لهم السلطة الفعلية والقصوى في حسم الملفات وإعطاء الأوامر، فلا بركات ولا كفاية تستطيع أن تغير عقيدة الجيش وأهدافه منذ هوار بومدين الذي حسم في سيطرة المؤسسة العسكرية على مسالك السلطة بالبلاد. لكن الضرورة الطبيعية لجيل ما قبل الاستقلال أن أنهكته السنوات والمرض وبهتت صورته التي أسسها على شعارات الثورة ومبادئ المعسكر الاشتراكي. المواطنة التي تحمل الجنسية الجزائرية تولى ألمين الحبيب تضع مولودها مساء البارحة بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي في العيون في ظروف صحية جيدة، واليوم عندما قامت بالإجراءات الإدارية الروتينية أشاعت بعض المواقع الإلكترونية خبرا يفيد بوجود عراقيل نظرا لجنسيتها، الشيء الذي نفته عائلة التولة، كما يوضح روبورتاج محمد فاضل أبو الحسن وعبد الله المحمودي. هنا الأمين أحمد فال خال السيدة التولة الحبيب يتسلم شهادة ولادتها لبنت في صحة جيدة في غضون ساعات قليلة بعد الولادة الطبيعية، وهو في سعادة غامرة يروي القصة وينفي ما أشيع من أخبار حول عراقيل إدارية. أنا وخال الطفلة، والحمد لله جات للمستشفى والتات عناية الحمد لله، وراهي في دارها جدها دريكاتيها صحة جيدة الحمد لله. ما صحة ما تم ترويجه على أنه فم عراقيل نظر الجواز هالسفر الجزائري؟ لا ما 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 فم مشكلة، احنا ما لقينا مشكلة أصلا، جينا فعلا من جات استقبلتها الإدارة وقبض المعلومات ديالها، وهي بلبلة لا خارج مثلا ما هي من الإدارة هنا تيال، الإدارة قامت بكل واجب ديالها،
بالعنايه ديالها الدكتور جا في الوقت ديالو وجرات لها سميتو الولاده بصحه جيده، وهي الان في دار الحمد لله تمتع بصحتها مع عائلتها الحمد لله، وهذيك الاكاذيب نحن ننفوها. القصة بدأت حين قامت إدارة المستشفى بمباشرة إجراءات تسجيل المولودة، حيث أقرت الأم بهويتها الجزائرية، الشيء الذي لا يشكل البتة فرقا بين المرتفقين لدى إدارة المستشفى التي قامت بإجراءاتها الإدارية كما هو معمول به في كل الحالات. كجميع المواطنين استقبلت من قسم الولادة، وتم الخدمات الصحية اللي واجب علينا نحن كأطباء كممرضين أننا نقدموها لجميع المواطنين كيف ما كان الوصف ديالهم، سواء مغربي غير مغربي، بدون أخذ بعين الاعتبار لا الدين ولا العرق ولا بزاف ديال الحوايج. فيما يخص الشق الاداري، هذه السيده هذه بانها كانت كتحمل واحد الجواز سفر جزائري، دونك لافي دو ناسونس بالنسبه لشهاده الولاده ديالنا اللي كتحتم علينا، وهي الربط ديال المولود باسم الام وباسم الاب. دونك اون فوا توصلنا بهذه المسائل هذه ديال جواز السفر، غير باش يكون في هذاك شهاده الولاده باش ما يكونش واحد المشكل عند الناس من بعد في التسجيل في الحاله المدنيه، باش ما يكونش خطا ولا شي حاجه بحال هكذايا. دونك ما كان حتى شي مشكل، بالعكس جمعيه التسهيلات تعطات لهذه السيده هذه. عند شيوع الخبر رغم عدم صحته، تدخلت اللجنه الجهويه لحقوق الانسان بالعيون لدى اداره المستشفى من اجل ضمان تمتع التولة الحبيب بحقها في الاستطباب وتقديم الخدمات الصحيه لها بغض النظر عن الجنسيه او الانتماء. يأتي تدخل اللجنة الجهوية إثر مجموعة من المعلومات اللي توصلت فيها على أن هناك حالة إنسانية وإنسانة تعرضت لمجموعة من العراقيل في إطار حصولها على وثائق بعد أن أنجبت ابنة داخل المستشفى، وبالتالي وقفت اللجنة على الحالة ووقفت حتى على من أجل تمتيع هذه الإنسانة بهذه الوثائق وحصلها عليها في أحسن الظروف، ووقفت حتى على الوضعية الإنسانية والصحية لها من أجل ضمان ولوجها للمرفق العمومي وضمان أيضا حصولها على حق من حقوقها الصلبة اللي هو بطبيعة الحال التمتع بالصحة. واجتمعنا كل المعلومات اللي تفيد أن الوضعية ديالها هي وضعية يعني الآن وضعية جيدة جدا، والمولودة في وضعية جيدة جدا، بالتالي هذا يأتي دائما في السياق عملنا، لأنه الإنسان يبقى إنسان في كل الأوضاع وفي كل الجنسيات، وقدومه من أي بلد يجب أن يتمتع في هذا البلد بالضبط بكل حقوقه، وخصوصا في هذا المجال الإنساني المحض. القسم الذي يؤديه الطبيب عند تخرجه يحتم عليه تقديم الخدمات الصحية للجميع دون استثناء، وتسخير خبرته العلمية للجميع دون استثناء كذلك، حتى في حالة العداء وحالة الحرب، كما أن لمهنة الصحافة ضوابطها وأخلاقياتها. المهم أن تنعم التولة ورضيعتها بصحة جيدة ككل المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. جمعويا وفي إطار الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، نظمت جمعية التواصل للتنمية والمواطنة بالطنطان قافلة المواطنة للتنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي بالعالم القروي تحت شعار التواصل في خدمة التنمية المحلية. المبادرة تسعى إلى خلق إشعاع ثقافي ورياضي وترفيهي بالوسط القروي، وذلك عبر ورشات نظرية وتطبيقية. علي الكبش وعبد الرحيم حجي. حطت قافلة المواطنة رحالها بجماعة تلمزون القروية في مبادرة جمعوية ترم إلى خلق إشعاع ثقافي رياضي وترفيهي بالوسط القروي، تماشيا مع أهدافها مجموعة من الورشات النظرية جوهرها الطفل منفتحة على حقوقه من أجل ترسيخها كثقافة في ذهن أطفال العالم القروي، إلى جانب كيفية التعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة وسبل إدماجهم في المحيط الاجتماعي والتنمية المحلية، فضلا عن التعريف بواجباتهم. تهدف الجمعية من وراء هذه المبادرة إلى خلق إشعاع ثقافي وترفيهي ورياضي بالعالم القروي من جهة، وأيضا إلى غرس قيم المواطنة المسؤولية لدى الطفولة بالعالم القروي. وعرف هذا النشاط الإشاعي مجموعة من ورشات التكوينية وأيضا مسابقات ثقافية وأنشطة رياضية بتنسيق مع مجموعة مدارس المؤسسات التعليمية بتلمزون والمسيد.
وموازاة مع الورشات النظرية كان أطفال جماعتي تلمزون والمسيدة القرويتين على موعد مع أعمال ميدانية شملت غرس مجموعة من الشتائل بفضاء المؤسسة التعليمية إلماما بأهمية المساحات الخضراء في الحياة العامة علاوة على تنظيم مباراة في كرة القدم المصغرة أتاحت الفرصة أمام التلاميذ للتفجير عن ملكاتهم الإبداعية في عوالم مستديرة بهذا الوسط الذي يعد مشعل للطاقات والمواهب في شتى المجالات. هذه الأنشطة كانت متنوعة، ورشات على مستوى حقوق الطفل، على مستوى كذلك يعني البيئة، وكذلك نشاط على مستوى يعني الطفل المعاق. ختمنا هذه الأمسية بمسابقة ثقافية داخل المؤسسة. فرحة جدا لأن هذا الأنشطة اللي دوزت اليوم هي في دار الشباب وفي المدرسة أيضا، فرحة وأنا فرحة جدا لأنني سأشارك في هذه المسابقة في المدرسة. جملة من الأنشطة الثقافية الترفيهية والرياضية استفاد منها أزيد من 100 طفل بجامعتي تلمزون والمسيدة القرويتين، غايتها الأسمى خلق إشعاع بهذا الوسط وإذكاء حس المواطنة والمسؤولية لدى المستفيدين وتنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية. في الشأن الديني، نظم المجلس العلمي المحلي بطاطا دورة تكوينية لفائدة الوعاظ والواعظات على مستوى الإقليم. الدورة تخللتها عدة عروض لامست الأدوار المنوطة بهؤلاء، فضلا عن المنهج الذي يجب أن تبنى عليه الدعوة إلى الله ومختلف الضوابط التي قد تسهل مهمة الواعظ وتسيير مهمته. وعين المجلس بالدور الذي أنيط به القيام بالدور الذي أنيط به وتنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الظهير الشريف المنظم للمجالس العلمية المحلية. قام المجلس بتنظيم هذه الدورة للوعاظ والواعظات ليبصرهم أو يكونهم بما يجب أن يقوموا به من توعية الناس بأمور دينهم ودنياهم وما يجب عليهم أن يتحلوا به من اللين والرفق وكذلك تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم. في الشأن النقابي، نظم عمال وموظفي المكتب الجهوي للتكوين المهني بالعيون وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعويضات المخصصة للأقاليم الجنوبية والمحددة في 25% من الراتب الشهري. الوقفة رددت خلالها شعارات تطالب الحكومة بمزيد من الاتصال مع المطالب التي وصفوها بالمشروعة. هذا الاضراب مع هذه الوقفه اللي كنخوضوا مجبرين من اجل ابلاغ الصوت ديالنا للمسؤولين وبالمسؤولين التكوين المهني من اجل مطالب اللي هي جد مشروعه، التطبيق ديال القوانين الصادره بالرسمي فيما يخص التعويضات على الاقامه، رفع مستوى التغطيه الصحيه والخدمات الاجتماعيه وصرف التعويضات المستحقه للمستخدمين مع نظام نزيه وعادل فيما يخص الحركه الانتقاليه. في إطار التنظيم والتأطير لأزقة الإقليم، نظمت بلدية بوجدور حملة لتسمية شوارع والأزقة واختارت لافتتاح هذه العملية شخصيات تاريخية محلية من شعراء ومجاهدين كان لهم بالغ الأثر في خمسينيات القرن الماضي أثناء مقاومة المستعمرين الفرنسي والإسباني. أسألك رحال ومحمد شارة. بادرة جديدة تقوم بها الجماعات الحضرية لبوجدور، العشرات من الشوارع الكبرى بالمدينة يتم اختيار شخصيات محلية مهمة لتسمية أهم المحاور الرئيسية للإقليم عليها. مجاهدون وشعراء كان لهم تأثيرهم الوطني في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي إبان معارك جيش التحرير، يتم تخليد أسمائهم اليوم تقديرا لخدماتهم الأدبية ومآثرهم القوية. اليوم هذا نهار فضيل لهذا النشاط اللي قمنا به كمدينة بوجدور وكسكنة بوجدور لتسمية هذه الشوارع، لأن هذه الشوارع سميناها على ناس اللي هما مجاهدين، ناس اللي هما مخلصين، شعراء. هذه بداية شعراء
اللي كانوا شعرهم كان في الخمسينات مع جيش التحرير ومع المقاومة، وكل واحد منهم عنده نبذة من هذا الشعر في ذاك التاريخ اللي ذيك الساعة اللي احنا مزلنا اللي ما فات خلق واللي كيف انه خلق. بادروا على انهم يحيوا التاريخ ويعيدوا الامجاد لاهلها، حيث هذه الشخصيات وحنا نتفحصوا الخريطة والشوارع وقيمة الشوارع، وحنا عندنا إلمام بالأمور، نشوفوا شوارع رئيسية بدرجة عالية من العرض والكبر وممرات رئيسية تشق مدينة ترفد مئات الألاف السكان، وهي تحظى بها الأدباء المحترمين المنتجين الإنتاج الأدبي، الكلمة الوطنية اللي كانت ثاقبة وكانت هي جيش التحرير. تسمية الشوارع على الشخصيات التاريخية المحلية تدخل في إطار برنامج شامل للجماعة الحضرية لبجورة من أجل إضفاء جماليات أخرى على الإقليم، وتسمية الشوارع والأزقة على عدة شخصيات تاريخية محلية ووطنية. في سياق متصل، بذلت على صعيد إقليم سيدي إفني مجهودات جبارة من طرفي الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأرغان لتجهيز مختلف الجماعات القروية والدواوير التابعة لنفوذها الإقليمي. هذه المشاريع أدرجتها الوكالة ضمن مختلف برامجها ومشاريعها التنموية لتقوية البنية التحتية بهذه المناطق. النموذج من إحدى الجماعات القروية شمالي شرق إفني، حمد المصطفى خيا ومحمد مشنان وإبراهيم جولي. أولت الدولة خلال السنوات الأخيرة عناية فائقة لتنمية الواحات وشجر الأرغان بسيدي إفني، فكان لانطلاقة مشروع هاته الطريق بجماعة تانقرفة القروية الوقع الإيجاب على هذا القطاع. مشروع هو من إنجاز الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأرغان بجهة سوس ماسة درعة، وكلف مبالغ مالية هامة تساهم في التعريف أكثر بهذه المؤهلات. بدينا في واحد المشروع ديال تنمية الواحات، ولذلك هذا المشروع الحمد لله غادي يفك العزلة من هذه الدور ديال المواطنين في الجماعة ديال تنقرفة، وغادي يفك العزلة على هذه الدور ديال السمهرة. في الحقيقة هذا المشروع شد من المشروع اللي كان ديال التنمية البشرية باش يكمل، وهذا المشروع غادي يكمل إن شاء الله اللي هو بدينا فيها واللي خدمنا فيها اليوم. وينجز هذا المشروع بشراكة مع فعالية المجتمع المدني بالمنطقة من خلال الحرص على التعريف أكثر بمؤهلاتها وثرواتها الفلاحية، فكان لهذه الفعاليات ثمنت ربط هذه المنطقة القروية بهذه الطريق لما لها من إعكاسات إيجابية على الساكنة. بدأت الجمعية، بدينا في طريق 903 من السمد العروسي، درنا مع المبادرة 7 كيلومتر ونص، ملي جات هاد اللوحة تارقان راه بدينا فيه المشروع هذا اللي غادي يفك العزلة مع هذاك الشهر العلام القروي ديال تيجيكن ويد مبارك، وحنا كنطلبوا نزيدوا مازال قدام إن شاء الله. على صعيد جهة سوس ماسة درعة تلعب الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأرغان أنزوا دورا فاعلا في تجهيز العالم القروي بالطرق وكذا مختلف الحاجيات الأساسية. رياضيا، تمكن فريق وداد السمارة لكرة اليد من انتزاع فوز ثمين هذا المساء أمام فريق أولمبيك خريبكا بواقع 44 هدفا مقابل 26 هدف، ولنا عودة لتفاصيل هذا اللقاء في نشراتنا القادمة إن شاء الله. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المختار والأهل الشيخ سيدية عن سن تناهز 92 سنة الفقيد، ينتمي إلى قبيلة أولاد عمني. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عائشة العسلي عن سن تناهز 93 سنة الفقيدة، تنتمي لقبيلة أيتوسة. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل لحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله. كتل ضبابية وسحب منخفضة ستهم السواحل خلال الصباح، الطقس مستقر مع سماء صافية خلال النهار، الرياح معتدلة وستهب من القطاع الشمالي.
درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 15 درجة بكل من العيون وبوجدور، 18 درجة بطاطا، في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 35 درجة بكليميم، 20 درجة بسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج. شروق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:42، أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة 8:28 إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: بوماكو 42 درجة، نواكشوط 36 درجة، تيندوف 33 درجة، نواذيبو 32 درجة، مع تسجيل 26 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت snft.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم للموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية quarkas.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى وفي أمان الله.